فوتي اختي فوتي. اهلاك اهلاك تفضل. اهلا فيكي. تفضل اخي. يسلم عليك. عن اذنك عن اذنك تكي. لا ما بيساير اختي ما بيساير عادي. ليش ما عم تقبلي فينا عريفة خانم؟ لا والله أعوذ بالله بس يعني لأنه لأنه شو؟ أنت أجيت بوقت مو مناسب يا أستاذ. الهوى إله وقت مناسب؟ الهوى؟ إيه؟ الهوى؟ هيك بهالعجلة بيصير الهوى يا أستاذ؟ مين قال لك إنه اللي لازم يهوى لازم له شهور وأيام وسنين؟ الهوى نظرة. نظرة؟ ايه نظرة. بس انا اسمحي لي، عارف حكالي عن كل شيء عم بصير معك، لذلك انا اصريت اني اتقدم لك بسرعة. يا عريفة انا بدي اياكي من بين كل الصبايا. يعني انت بس اذا بتأجل لي هالموضوع شي شهر شهرين زمان بكون احسن. ولا يوم. بترجاك يا بدون ما تترجيني. يا بس بدون بسبسة. لازم لاقي طريقة اطلع من هون، لازم اثبت براءتي ورجع اولادي لحضني مرة تانية. فوتي نفسي نامي، خلصي لي حضن الابرة. شايفك وقفت هون؟ اي مالك شايف الإشارة؟ أنا إشارة؟ ولك ما بدك مصاري لك عموري؟ هون؟ بهالعتمة هي اللي بتشبه عتمة القبر؟ شو عرفك أنت بعتمة القبر لك عموري؟ قعدت شهر كامل بأيام وليالي، كنت ملاحة من الحكومة، وما كان قدامي غير سكنة القبر. وخايف هلا من الجو الحلو هون؟ لا لا، أنا ما بخاف إلا من اللي خلقني. بري عليك لك عموري، بري عليك، صرنا اثنين وانا كمان ما بخاف غير من اللي خلقني. عن حق انت امرك عجيب وغريب. لا هيك رح ازعل منك، بالعكس انا امري واضح وصريح. هلا بتطالعني من بيتي مشان تجيبني لهون تعطيني المصاري؟ كنا قضيناها عنا بالبيت، شو خسرنا كنا يعني؟ لا مو احسن لك عموري، بعدين هون قهوة وانشط. عم تمزح. انزل حبيبي انزل، لا تخاف انزل. قلنا لك لك عمي ما منخاف الا من اللي خلقنا. ايه تعال تعال تعال. اهلين عموري. مسيك عد هدول، مسيك مسيك شباب. لنعدهم أبضاي، بس لنعدهم. لا تنسى تقبرني، فكرني بكرة نمرق على خالتك نفيسة، تروح معنا على السوق مشان نشتري جهاز العرسان. ايه صهري، وبالمرة منمر على اختي عايشة بطريقنا بناخدها معنا. على راسي اختك عايشة، وعلى راسي خالتي نفيسة، وعلى راسي كل مين بمثلكم بصلة.
بدي اخلص من القصه باسرع وقت لك عموري. اي خير معلم؟ يعني ما بدي اي تاخير. اسبوع زمان تكون البضاعه بين ايديك معلم. اشوف والله يا رب. شو غالي؟ بقالي يا بعدين الله يخلينا لأفندي. أهلا وسهلا. لك يا ميت أهلين وسهلين. بحرماتي منور المطعم كله. وينو هذا القرصون؟ لك وينك ابو الشباب؟ شو بيقولوا له؟ ها اي لك يا متر. لك شو؟ ليش ما حدا معبرنا؟ لك دخيل ربك الله يسعدك. الله يعافيكي خالتي عيشي. الله خلينا اياكي وطول بعمرك. الله معكم.
بحريماتي هالبواب وبيحة. بعدي عنك بعدي عنك. خدي خدي خفيزة لقلك خدي. أنا بفتح لك إياها. عيونا شو بيدقر لك. أهلا وسهلا. بنجيب لكم النجار مرت عمي. مع السلامة. على راسي الله يسلمك يا رب. بحريماتي بحبك. بحريماتي بشتاق لك. يلا الله معكم الله معكم. مبروك يا رب عقال الفرحة الكبيرة. الله يبارك في عمرك تقبريني. وينو عارف هون؟ لا ما هون تغدى اليوم بالخان بس اتصل مرتين ثلاثة. هاتي هاتي عمرك. بعت لي حمى مشغول بال علينا. تقبريني اتصلي فيه وقلي له يجي. ايه. الله يخلينا اياك يا شيخنا ويطولنا بعمرك ويوفقك بجاه الحبيب محمد قولوا امين. امين على بركة الله. وما في احلى من الشريعة والاصول. لازم تسأل البنت واهلها. روح اسألهم بنفسك الله يخلينا اياك. يلا يا رب. يلا. قول الله. يلا 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 يلا. يا بنتي يا حفيظة موافقة تتجوزي فوزي الاسكافي ابن جميل على سنة الله ورسوله؟ لك قلي له ايش بكي؟ قلي له موافقة موافقة شيخنا. الله أكبر. الحمد لله الحمد لله يا رب. مبروك يا ماما. مبروك يا أمي. يا ميت أهلين وسهلين. يا أهلين يا أهلين. تفضل أهلين بسيدنا. وبيكم السلام عليكم. السلام يا سيدنا. تفضل. والد العريس أبو عماد. رشاد أخو العريس. العريس عماد. شرفنا. خال العريس وعم العريس وصهري أبو ياسين بتعرفه. شرفنا. شرفوا شرفوا يا سيدنا شرفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الف مبروك يا افندي. الله يبارك فيك. بحريماتي فرحت لك من كل قلبي. الله يطول عمرك. عبال اولادكم جميعا. يسلم ايديك يا حبيبي. يسلم ايديك. يسلم ايديك. الله يطول عمرك. الف مبروك. يلا على اذنكم. تفضل. شرفوا تفضل. شو صار بالغداء يا جماعه؟ يلا تقبرني، خمس دقائق بيكون كل شيء جاهز. مبروك كتابك فوزيه خانو. حقبال كتاب اولادك اخي. ايه بكير عن اولادك اختي بكير، مو لانفوت بجواسي بالاول. لك أمي يعني مو حلوة جاية الأفندي لحاله هو واثنين شهود بس؟ مو المفروض لك أمي يجيب معه حدا من قرايبينه ما عارفه؟ مو حلوة قدام الناس هيك؟ يا أمي هدول الأكابر والأفندية ما بيحبوا العجقة والطجقة والزيطة والزنبليطة. بعدين هذا كله كتب كتاب، يعني بكرة بالعرس حكما ولا بد رح يجيب كل أهله وقرايبينه. انت طمني بالك حجي وادعي لنا. يعني شقت الارض بالعتاب. شو انا عم كذب عليك ابو عفان؟ كمان انا الثاني حفي رجلي وانا عم دور عليها بس بدون فائده. وانا كمان دهب رجلي وانا عم ادور عليها من ميتم لميتم، مو بس انا لحالي، شيخ مديره وحرمته والناس اللي قاعدين عندها. بس زعرور ولي كل هالجيوش عم يدوروا على البن. اي عدمني اياها والعقبي خالتها يا حق. شو عم كذب عليك انا ابو عفان؟ مو قصدي انك عم تكذب علي، بس لازم نعرف اراضي البنت وين وخص نص بعد ما انحكمت ام عدام. يعني ضروري نحن كمان نحكم على البنت عدام؟ لك والله حرام حرام يا ناس. شو صار معك؟ لهلا ما صار شيء معلي. لك عموري انت ما وعدتني انه باسبوع زمان بتنهي القصه. لهلا صار لك 15 يوم. الامور متعسره شوي، بدك تطول بالك علي. وامتى رح تتحلحل؟ باذن الله يومين ثلاثه. رح استنى. لك عموري رح استنى. معلم بإذن الله يومين ثلاثة تكون البضاعة عندك. عين خير. رح نشوف. خلينك سبق على العشاء معلم. لبعد ثلاثة أيام. شان قريبتنا؟ ايه بس الشغلة بدها قوة قلب. شلون؟ احكي وخلصيني. بدكم نيابها؟
صراحة بصراحة مبسوطة، بس لساتني عم شوف رجاها بمنامي. شو هالحكي؟ ولا عم تروح من بالي. معقول؟ اي والله مثل ما عم قلك. يعني مثل شو المنام اللي بتشوفي؟ نفس العبارة اللي دائما بسمعها انا نايمة، يشهد الله اني بريئة. طيب عندي صديق طبيب نفساني، رح اشرح له حالتك وروح لعنده. لا اي ما دبوس ايدك، ما بدي روح عند حكيم نفساني. طيب ليش؟ عند حكيم نفساني مالي رايحة. يا عريفة لازم تتعالجي. لك ايه بس ما عند حكيم نفساني. طيب خلاص بلا الحكيم النفساني. عز علي يفرق عارف، خاصة انه حيبقى وحداني. ومين قالك رح نخليه وحداني؟ رح نجوزه بأقرب وقت. يا ريت يا عماد يا ريت. تركي هالشغلة علي، خلص ولا يهمك. شح اجى عارف تقبرني، رح خليه يحكي معك يعزمك الغدا. عارف؟ ايه تقبرني احكي معي بعده اعزمه على الغدا. ايه هاد عماد ايه على عيني. هادي. الو اهلين عماد بيك. هلا ما عاد تدلل علي، يلا قوم تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مر سيدنا. وين معلمكم؟ المعلم راح على الغدا. أيوة مطول يرجع؟ بده شي ساعتين، بس إذا بدك منه شي ضروري بحكي لك معه على التليفون سيدنا. لا 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 مو مشكلة، أنا كان بدي شغلة 20 رطل حبل بس. نحن بنعطيك سيدنا. أخ عال أصبح برجع أنا بعد شي ساعة زمان، وضبوا لي أهم برجع بأخذهم. أمرك سيدنا. يعطيك العافية. الله يعافيك سيدنا. أهلين بتاج راسي. جازر بضاعة. رهن إشارتك سيدي. أمشي سلم لي الله حروك. وقف هون معلم. ناولني كفاية المصاري. وين حاطط البضاعة لك عموري؟ موجودة معلم، لا تأكل هم. مثل البرق بتجيبه وبتجي يلا حروق وبسرعة ما معي وقت. لعيونك معلم، طرفة عين بكون عندك. يا ميت أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. فضل فضل. يلا 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 طريق. يلا فضل. أهلين عماد. يا أهلين سيد عارف. كيفك شو أخبار؟ لا والله على الصدر. لا والله بدي أعود. لا والله ما بصير على الصدر. أهلين وسهلين. تكي على إذنك. ولا يهمك، إذنك معك. معدو يا معبدو اتصلي ببيت عمتي واستعجليهم خليهم يجوا على الغدا. على راسي. سلم راسك يا رب. اهلين اهلين وسهلين. اخي عمي ولا يهمك، انت روح على الدكان ونص ساعه بتكون بضاعتك. الله معك. خلاص ولا يهمك، خلاص شي ساعتين بكونوا جاهزين. أخي ولا كلها فكره. حط رجليك عليك مي بارده. ولا يهمك، كل شيء بدك اياه جاهز تحت. مطوريني يا ابني انت وياه. 10 دقائق فندينا، 10 دقائق. يعني لسه ما وضبتوا لي الحبال؟ شوفت عينك سيدنا، من يوم ما رحت واحنا مشغولين، دقيقتين بس وتكون البضاعة جاهزة. ما بدي اتأخر ارضى عليكم. لا شو نتأخر سيدنا، دقيقتين بس وحياة عيونك بيكونوا جاهزين. حجازي ترك من ايدك ووضب الحبال الأفندي. من عيونك. شو صار معكم شباب؟ ولا تأخروا. ولا يهمكم يا جماعة. علينا يا جماعة انتم. نص ساعة بتكون البضاعة عندكم، تيسروا يا جماعة. روحوا انتم وحطوا رجلكم وإيديكم باي باردي، الله معكم هلا، خلص روحوا. مع السلامة. أفندينا معك سيارة ولا نوصلوا نحن؟ السيارة على الباب، وصلوا لو سمحتوا. لعيونك أفندي. أمرك سيدنا. يا رب.
يعطيكم العافية يا شباب. الله يعطيكم العافية. أهلا مرحبا. يعطيك العافية. أنا من الداخلية. أعطيني قسم الحريقة. بعتينا السيد عارف خالتي. سيد عارف الشرطة عاوزينك على الباب. الشرطة؟ لي على طول. شو بدون الشرطة منا؟ لي على قامتي لك عمتي. شو عامل لحتى الشرطة بالدنيا؟ طولوا بالكم يا جماعة، بيكونوا جايين يسألوا حول قضية الوالد الله يرحمه. أكيد مشان هيك. إيه إيه رح شوف شو القصة. لا بلا ما تطلع. شيء شيء لك اختي خلص طولي بالك رح شوف شو القصة وجاي. خير ان شاء الله يا وادي. انت عارف ابن الحاج بكر صاحب الخام بسوق الحبل؟ اي نعم. شرف معنا. خير شو في؟ بعدين بتعرف شو في؟ شرف معنا. لا ما بيصير بدي اعرف هلا. امشي وسد بوزك. لا تقول سد بوزك. ايدك هاد انت وياه. بحر يا انت وين اخذينه يا عم؟ خير شو صاير؟ مظبوطه انه البنت الصغيره مو معروفه وين اراضيها حجه سكينه. عزمه والدين من لما حكى لي اخوك ابو نظمي وانا الدنيا بكبره ما ساعدتي. هلا خدي نفس خدي نفس وارتاحي يا ام نظمي. شوف انا هذا سوق الحبل يا افندي. هلا السوق الطويل صار برا، فاذا بدك انه بارك ما انا شامي ابا عن جد، بس في لي صاحب هون بسوق الحبل، انت حدا بيجي بشوفه هون فادح ولا لا؟ طلع مسكين. مبروك حبيبي، الله يجعل الف مبروك. قال يا جامع انت مسكر ولا مستريح؟ تفضلي اشربي قهوة وروقي يا ستي. يسلموا ايديك يا ام عبدو، والله مالي نفس. وحدي الله لك ستي، وحدي الله. لا اله الا الله. يسلموا ايديك. تفضلي يا ستي. مالي نفس ام عبدو. يسلموا ايديك. اهلا وسهلا، تفضلي. يا الله. اهلين. يا اهلا وسهلا. يا الله. مساء الخير. مساء الخيرات. طمنوني شو صار، وينه عارف؟ احكوا يا جماعة، وين الصبي؟ والله من وقت ما رحتوا لهلأ ونحن على أعصابنا. يا جماعة بوس إيديكم ورجليكم، فهموني شو فيه. احكوا يا جماعة شبكم، والله نقصت ركبنا. عارف موقف تهمة تجارة مخدرات. شو؟ مخدرات؟ Thank you.
فوزي شخص صرت معروف هون بالحاره، يعني بكل ميدان. ربي كتل من امثالك يا عبد القادر افندي. الله يطول عمرك. بتعرف انت ارزاقي واشغالي، يعني ما بحب العي والسق والنق وخصوص عين النسوان. معلوم كلامك درر يا عبد القادر افندي. مشان هيك انا ضد عقلي. المرأة تتدخل بخصوصياتي، المرأة تتدخل بخصوصيات جوزها بتفشله. بتفشله لك درار؟ شو الحكي درر عم تحكي؟ لك خزيت العين من عيني شو ملسي؟ هذا الحكي بقى يا فوزي بدي اياه يصل للمحروسة اختك. انا ما راح احكي معها. عيب. لانه في رجال بالبيت. انت. انو عليم الله بمسع الرقبة شيت اذا بتتدخل بشغلك واشغالك عبد القادر افندي. لا وعلك فوزي الله يرضى عليك كل شيء اللي هيها. انا ما بدي اياك تكون قاسي مع اختك. ما بصير. كل شيء بصير بمهلوة وبركونة. بركونة مو بركونة بدها تمشي. بعدين من هالناحية طمن بالك عبد القادر افندي. اساسا اختي لا تمياك ولا ما لا تبي احكي. وهي مرباية ومرضية وما بتقطع وقت. اخ عال عال عال. هذا لحاله لك فوزي. رضا عند ربك. نعمة هي نعمة. لك مو عيب؟ نحن عنا بنات تاخذ وتعطي وتحكي حكي ما لا فيه. مخطي؟ نحن منعجبك يا سيدنا. لك انا من الاول شريك لك لك فوزي. يعني بعرفك. بعرفك وبعرف اخلاقك وتربيتك وممشاك. مسيك مسيك هدول. قوم احملها للغراض لك. قوم قوم فوزي. يعني الجيره هيك كثير؟ يعني ما في داعي كنت تعذب حالك وتشترك لها الاشياء هاي كثير كثير هي. لا لك فوزي لا لا ما حبيت منك هاي. حدا بيفوت على بيت حماي ايده فاضيه؟ مو عيب. لا يا افندي والله مو بيناتنا. يعني والله خجلتنا. يعني فضلك سابق. قولي على قلب عليك يا اخي. لك هذا أخي عارف اللي كان معروف بالحشمة والذوق والأدب ياخدوا على مرأة الخنق والعالم. لو بشو بتهمة تجهة المخدرات. قولي على قلبي عليك يا أخي. طولي بالك القصاني. طولي بالك. هو علينا يا عريفة. قلنا لك الشغلة فيها سوء تفاهم. ولي على طولي. كل الناس بتحلف بحياته وحياة أبوه يقوم يوقع هالوقع. ولي على طولي. بكرة بس نطلعوا شغلة الخان من المخفر نفهم منهم تفاصيل هالبلوة وبعدين لكل حادث الحديث. طيب وبركي ما طلعوا شغلة الخان بكرة؟ ما بيصير. بكرة لازم يطلعوا أكيد. شو يعني؟ يعني عارف بده ينام الليلة بالمخفر؟ هاي هيك شغلة بسيطة لست الحبايب. تفضلي. يسلموا هديات. ليش معذب حالك؟ يا بشو منك يا حجة. أنت بمقام الوالدة وأعز إن شاء الله. إن شاء الله. ألف مبروك يا مو. وهي للأميرة أم الفوز. بس كتير هيك يا أفندي. والله كتير. لا لا كتير. الكتير لا الكتير. أنتو كتار عندي سبيني. سلام يا مرت عمي. أنتو هلأ مو بس بيت حماي. أنتو هلأ صرتوا أهلي وأعز من أهلي. يعني أهلي وإخواتي وناسي وكل حبايبي وكل شي بحياتي. ولو يا عبد القادر أفندي بحريماتي انت بالعين والقلب وعالراس من فوق. تسلم يا فوزي. يعني يا مرت عمي واحد ما كان عنده اهل وفجأة لقى اهل قديش فرحة. عليم الله انه غلاوتك بغلاوة ابن فوزي. لك امي كأني شامة ريحة شوية ما هيك؟ يبعت لي حمى نسيان الطبخة على النار. صحيح قبل ما انسى حجة. قول صهري قول. ما في شيء بس مشان الجهاز واللبس وخلافه. شوفوا شو بدكم. انا ما عندي اي مانع. يعني بس بتمنى تعجلوا شوي مشان العرس. اسمع يا ابني انت فصل ونحن منلبس وباذن الله ما منفاصلك على شيء. احمل وامشي سيدنا. احمل وامشي. لحنا عم نشتري رجال. لحنا اعطيناك على السمعه الطيبه. معقول نوقف عند لبس وفرش وخلافه؟ لا يا فوزي لا الله يرضى عليك. الحجه لازم تروح على البيت تشوف كل شيء بالبيت. تشوف العفش. شوفي يا مرت عمي اي شيء ما بيعجبك بتكبيه. حتى العفش كبيه برا البيت اذا ما عجبك. انا براسي بجيب غيره. نحن شارينك يا سهري. وان كان فرشك ريش عام ولا حصير بالنهايه الك ولحرمتك. بس يا جماعه والله هيك انتوا عم تخجلوني بصراحه. محرماتي انت اللي عم تخجلنا يا عبد القادر افندي. استغفر الله العظيم. اصبح خلص. رتبوا انتوا يوم بمعرفتكم ننزل سوا فيه على السوق بنشتري فيه كل شيء بدكم اياه. وامتى ما بتحب نحن جاهزين يا سهري. تسلمي يا مرت عمي. تسلمي. اصبح خلص ان شاء الله. انا بفضي حالي بهاليومين وبننزل سوا على السوق. صار سيدنا. انا ماني نسيانك يا فوزي. ان شاء الله تكاليف جهازك كلياته وجوازتك كلها على حسابي. الجهازه كمان؟ لا هيك كتير.
بحريماتي غمرتنا لقرائط أدنينا بأفضالك يا سيدنا. الفضل لله يا فوزي عيب. معقول؟ معقول عارف يشتغل بالمخدرات؟ مستحيل مستحيل عارف يشتغل هيك شغلة. جرب الحشيش. أنا عارف الحاج يتهموني هيك تهمة. ما عم صدق. ما عم صدق. ولك مين إله مصلحة يبنين هيك بلوي؟ مين؟ يا رب. رح جن. لك رح جن. مخدومك سيدي. شو جد سبيهم؟ إلك عندي خبرية. قلت لحالي بالخان في عشقة شغيلة ناس. ما حلوة خبرك يا هنيك. بيجي وبخبرك يا هون على البطيء. خبرية شو هتخبرني شيخ؟ بيجي خبرك صاحب الخان اللي ببالي بالك سرقلوه. ايه سيدي كما شيمشي خشب يعني انت كنت عم تراقبني. بتعشي لك عموري نص بطل. يا رب كمل لك يا تعال. دفع الحساب ما هيك تاج راسي. دفع الحساب لك عموري. دفع الحساب لك تكرم عينك. ولسه الفاتورة لقدام كبيرة. زرافتك هيك طماع وأزعر بس ظريف ظريف. بس هاي طريقة الهرب اللي عم تحكي عنها فيها مخاطر كبيرة. كيف ما كانت الهريبة فيها مخاطر، بهاي الطريقة اللي عم تحكي عنها يمكن ننمسك بسهولة. شبكي لك رئيفة، ما كان هذا رأيك بداية الأمر؟ مظبوط، بس على أساس إنه نخطط للهرب بطريقة مضمونة. وشو هي الطريقة المضمونة برأيك؟ ما بعرف، خلينا نفكر على مهل. رأيي هلا أنت رح تضلي قاعدة عم تفكري على المهل لبين ما يجوا ياخذوني ويعدموني. بعيد الشر. وشو عرفك إنه الشر بعيد عني؟
لسه في وقت لتنفيذ الحكم. ومين قال لك هالحكي؟ ما بعرف، هيك عم بيقولوا. رئيفة، إذا أنت بدلتي رأيك أنا هربانة هربانة. كنت تهربوا. بل العالم الله بالعريف. انتوا ظلمتوني يا عريف، انتوا جبتوا لي حكم الاعدام وانا البريه المظلومه. دقوا هلا بنفس الكاس اللي سقيتوني منه. اخوكي عارف هلا رح يجي حكم الاعدام جزاء الشيء اللي عملتوه فيي. انتوا ظلمتوني ومرمطوني يا عريف، ظلمتوني ومرمطوني يا عريف. عارف عارف شد حيلك صهري، انت بتعرفني منيح، انا مالي تبع هاي الشغلات. نحن اللي بنعرفك. لكن مين اللي بلاني هاي البلوى؟ مين؟ لا تاكل هم، انا وصاحبك عماد رح نضل وراه لنلاقيه. صهري بدي اياك تفهم اهليتي انه انا بريء من هالبلوى. ما في داعي تقول، كل اللي بيعرف هالشي. صهري دير بالك على البيت وسلمني على الجميع، البيت امانه برقبتك. ها انت دير بالك على حالك ولا تاكل هم حدا منوب. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة، إن شاء الله معذبوكم. الله يسلمك عم ياسين، كله خير إن شاء الله، كله خير. عبال ما يفرجوا عن عارف أفندي إن شاء الله. آمين يا رب. وين أخذوه لعاري؟ حولوه على القصر العدلي، تفضلوا، خلينا نحكي بالسيارة. والعمل يا رئيفة، هي معوض سمعتنا ورح تبلينا بلوى إلى أول ما لآخر، شو بدنا نعمل؟ مو علقة يا رجا، مو علقة. بس أنت اهدي وطولي بالك، إلا ما يلتقى لحل. إنه حل بعد ما انكشف أمرنا. أم سعيد؟ We'll be right back.
سمار حسمار البدو وحيل اليمن تخني وعيونها أوسع من الأرض وكل بواب السنين سمار حسمار البدو وحيل اليمن تخني وعيونها أوسع من الأرض وكل بواب السنين وقلبها أقوى من تنسوا الاشتراك بقناة شوف دراما الثانية ليصلكم كل جديد.